فوت وسالفه بالله. وياتر هاي ما صاير صدق. ها؟ بعد هذا جاي يصور شو؟ يعني هاي 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 مباراة، هاي مباراة بسيطة. يعني بسيطة ايش بيها فار وبيها يعني تصوير. يعني أول مرة بحياته أشوف. يرجعون الحكام الأربعة ويشاورون بيناتهم ويعيدون المباراة. عادوا الضربة. عادوا الضربة واقتنعوا، يعني المشكلة اقتنعوا اللي ذول. أجواد قبول. ها؟ إي والله. ها؟ نصور. هم راح يصور. ها؟ شو كارب هذا الحكم؟ هذا الحكم ولك هذا شو عمي حكم ايراني كل شيء ما دبرها. باو الحكم مره باو الحكم ايراني خذ راح للفار الحكم خذوا الشطر وغطوا وجيبوه راح للفار الحكم راح للفار ها؟ ويات اوه عم هاي طاقات هاي طاقات جباره يعني هسه مضحي بتليفونه اخوان يا مصدق هاي المباراه فيها فار باو الحكم رجع للفار والله ها شنو قرب راح شوف شنو قرب الفار هسه شنو بيرجع للفار؟ يعني ما في شيء اجواء يعني ليش عيد ليش؟ ليش عيد كجمهور؟ متقدم يا متقدم حارس الحارس كون ما هو تقدم مره ثانيه كون كون عرفوا تقدم الحارس؟ عندهم فار فار احسن من عندنا ها؟ فار احسن من عندنا يعني احنا لا قدم بسرعه عاد 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 لا السوداني فيك يعني عاد هاي المباراه تو ما عاد لازم ليش عاد ليش متقدم حاجة. وين ندربي فار يعني مباراة بسيطة هاي باولها يا ناس شباب خشوا بالعالم خشوا باغي الكاس ذا خشوا بالعالم ولك هاي رجع سود هاي راسي الفلوس ما ادري بروحتني وما يصورونا بيرجعون حودنا ايه دبي مو عارف عن اراضي يعني ياخذون فيها شوت ويطلع ظلال ما هي مباراة هاي رهيبة ها يا ولد ابو ياسين يوم جبتك من منصور هاي لا ابوي ما عندي هاي فيها فار لا ابوي مستحيل هي الرئيسيات ما عندنا فار فيها هاي مباراة شوف الاجواء شوف الشاط شوف هذا فيها فار فيها ترقاعة ولجنة التحكيم نبغى قرارات صعبة غرامية ما في اعتراف ما لعبنا هنا فزنا ليه؟ كاس الكاس؟ لا ياخذ الكاس من هسه يا منظم البطولة يا منظم هاي البطولة يا حسون بن من؟ يعني هو الحكم هو المنظم هو الحكم هو المنظم هو بلاش بلاش ما تقدر تعال ليش تقدر تضرب الجزاء انت؟ كاسات علي انا اولى مش فزنا شد شنو الحكم؟ لا تقدم ترجع ارجع قدام شوي حسون ارجع تاني هذا جول جول صحيح جول ما بيشي ما بيشي حتى لا تقدم لا تقدم جول جول بعد ما بيشي لا اعرف ذكي هذا كلش لا اعرف ذكي ومسيطر يعني ساعتها في مصاري الطوس
اخر ضربه هاي. بعد بعد اربع دقائق ها نروح. لا دي زعافيكم زعافيكم والله يعني هيك هيك الجمهور والشباب هيك يعني مع الاسف الرياضه دلوقتي. هذا قرايبتكم هذا شو تعال 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 شو اخبار جدك زاكي؟ ها؟ جدك هو؟ ايه انا اخوك انت بطل بطل شفت شلون يصير؟ عم صدمه يعني حارس اصيل. تعال على على زاكي نعيم بطل. يلا اطلع يا ابني يلا كملوا اقرا الفاتحه هاشم. هاشم لا تشوف وينهم الشوتين؟ لا لا تشوف لا يلا شوت شوت اوعى تعب اشتي اوعى شوت شوت لا مطلع قدم والله.